تشابه الأسماء في الأحكام القضائية واقعة تتقرر في حالة إذا كانت المرأة تعلم بوجود أرصدة بنكية لمورثها سواء كان زوجها أو والدها أو غير ذلك، ولا تعلم في أي من البنوك يتم التقرير. وقد يستحق الزوج التعويض فضلا عن وقوع الزوجة في جريمة التزوير في محرر عرف. الامتناع عن تسليم الورثة حصتهم القانونية من الميراث جريمة لها عدة أركان يجب توفرها من أجل شهر. هذا النوع من الزواج لا يحقق مقاصده الاجتماعية والإنسانية، فالزواج العرفي قد يترتب عليه ضياع حقوق الزوج، حيث إن دعواها بأي حق من حقوق الزوجية لا قيمة لها أمام القضاء. القانون بيقول. برنامج إذاعي للرد على استفساراتكم القانونية، أعداد وتقديم الأستاذ تامر صادق المحامي بالنقد، يذاع على الصفحة الرسمية للنقابة العامة لمحامين مصر.